تامر حسني يكشف عن حلم طفولته بأداء استعراضي لمايكل جاكسون. إليكم التفاصيل. بأداء استعراضي لرقصة النجم الراحل مايكل جاكسون، كشف المطرب تامر حسني عن حلم طفولته وسر حبه لهذا الفنان، كما أعلن عن مسابقة لكل محبيه ومتابعيه، حيث شارك تامر حسني من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الانستغرام فيديو بأداء استعراضي لرقصة النجم الشهير مايكل جاكسون. دمج من خلاله مجموعة من الصور منذ أن كان طفلا وحتى الآن، كاشفا من خلاله عن حلم طفولته والذي سعى إلى أن يحققه، بل ورهن على ذلك إلى أن نجح في تحقيقه بالفعل. وعلق على الفيديو قائلا: كان نفسي ألبس الهات دي وأكون ماسكها في الصورة بجد كأني فنان استعراضي مشهور، بس ما كانش معايا فلوس أجيبها، بس من يومها وأنا حالف أجتهد وأسعى وبعون الله أكبر وأنجح وأتصور بها، وأنا بجد فنان مشهور وبعمل استعراضات. يلا وروني فيديوهاتكم. وعلى فكرة مش لازم يبقى فيه قصة للصورة، بس اللي هيعملها كويس ليه مني مفاجأة.